السلام عليكم يا شباب، واهلا بيكم النهارده في فيديو جديد على قناه ابودي. كتير مننا بيكون عايز ينشئ تطبيق لنشاط تجاري، سواء كان محل او مطعم او مقهى، يقدر المستخدم يعرف عليه المنتجات اول باول. لذلك في فيديو جديد النهارده من قائمه انشاء التطبيقات الاحترافيه باستخدام ابس جايزر، هنوفر فرصه عمل تطبيق بدون برمجه لاي نشاط تجاري. وهنقسم الموضوع لنقاط رئيسيه عشان ما تتوهش في الشرح. اول حاجه هي انشاء مدون على بلوجر بقالب تسوق جاهز من احد المواقع. تاني حاجة هي إضافة منتجات على الموقع. تالت حاجة هي تعديل معلومات الاتصال والتعريف بالمتجر داخل الموقع. رابع حاجة هي تقسيم المنتجات لخانات وفئات محددة داخل الموقع. خامس حاجة هي تحويل الموقع الإلكتروني على بلوجر إلى تطبيق باستخدام منصة أبس جايزر. خليك فاكر الخمس نقاط دول كويس أوي جوه الشرح عشان متتوهش، وياريت لو عملت أي تطبيق أو حاجة نقدر نسوق له هنا على القناة بشكل مجاني عن طريق هاشتاج. شاركونا إبداعاتكم وورونا أنتم عملتم إيه بناء على الشرح، ونشوفكم على خير. جاهزين؟ بعد البنود والشروط اللي اتفقنا عليها قبل كده عشان نبني المتجر الالكتروني بتاعنا على التليفون، او نبني الموقع المتجر الالكتروني بتاعنا مكان حول التطبيق على التليفون، في اول حاجه خالص ان احنا بننشئ مدونه على بلوجر. فهنكتب هنا blogger.com. ممكن طبعا انت تتاسس في بلوجر لو انت مش خبير قوي فيه. تخش على المدونه بتاعه البلوجر. طبعا انا اوريدي انشات مدونه قبل كده، تمام. انت لو عايز تنشئ مدونه جديده الموضوع هيبقى بسيط. هتخش وهتختار قالب المدونه، اي قالب تلاقيه قدامك، وبعد كده احنا هنغير القالب ده. هنخش هنا على ثيم. طبعا يفضل التعامل مع الموقع باللغه الانجليزيه، لان انت لو تعاملت باللغه العربيه ممكن يحصل معاك مشاكل، فيفضل التعامل باللغه الانجليزيه. ولو انت مش كويس في اللغه الانجليزيه، في فيديو قبل كده عملناه عن تحسين اللغه الانجليزيه عن طريق تطبيق دولينجو، تقدر تبص عليه، هسيب لكم اللينك بتاعه. هنضغط على سيم او القالب، ونضغط هنا على بيك اب اند ستور. طبعا هو انا ما حملتش القالب اللي انا هستخدمه لسه، اللي هو القالب بتاع المتجر الالكتروني او القالب بتاع موقع التسويق. فهسيب لكم الرابط بتاع القالب تحت الفيديو، ده القالب بتاعي. وهتخشوا هنا تضغطوا على داونلود. بمجرد ما تضغطوا على داونلود هيظهر معاكم فايل زي ده، تمام. الفايل دوت هتاخدوه وتفكوا الضغط من عليه، هيظهر معاكم الملفات ديت. ومش عارف طريقة فك الضغط، يقدر يرسلني في التعليقات او يرسلني على الفيسبوك. هيظهر معاكم الفايل دوت، هتنسخوا المسار بتاعه. طبعا انتوا ممكن تاخدوا الفايلات ديت تقوم عاملين فايل جديد. عملت فايل هنا اسمه تمبلت، قمت حطيت فيه الفايلات بتاعتي او فكيت الضغط جوه الفايل ده. فهتقوموا ناسخين المسار بتاعه، وبعد ما تقوموا ناسخين المسار هتقوموا هنا دايسين على بيك اب اند ستور، وتدوس على تشوز فايل، وتختار فايل اكس ام ال، هو دوت الفايل اللي يهمني، بعد ما تنسخ المسار طبعا هنا. فتضغط على اوبن، بعد كده تضغط على ابلود. طبعا هنعمل هنا انيبل للتليفون، السيم بتاع التليفون، تمام. هنا طبعا بقى اداني شكل المتجر الالكتروني بتاع على المدونة. بعد كده هنبتدي بقى نقسم المتجر دوت. احنا طبعا هنا دلوقتي عملنا المدونة وحطينا عليها القالب، عايزين نبتدي بقى نتحكم في القالب. ده شكل القالب، يعني دوت شكل المدونة بتاعتي دلوقتي اهوت. عايز بقى ابتدي احط اللوجو بتاعي، ابتدي احط المنتجات بتاعتي، ابتدي اعدل في الايكون، ابتدي اعدل في معلومات الاتصال، ابتدي اعدل في الهوم والاباوت والكونتاكت، ابتدي اعدل في حاجات كتير. وطبعا لازم تكون بتجيل اللغه الانجليزيه. ابتدي احط التصنيفات ديت، ابتدي احول القالب دوت للمتجر الالكتروني الخاص بيه على المزاج. فهو احنا مش هنخش في الاكواد قوي، او مش هيتعلم اكواد اصلا. يفضل ان انت تتعلم HTML و CSS و XML و XML، تمام. وهسيب لكم يعني رابط، يعني انسب موقعين صح شفتهم يعلموا HTML و CSS، ممكن يبقى كود اكاديمي وخان اكاديمي، يقدر تتعلم منهم بشكل مجاني وفور فري ال HTML و CSS. لو انت ما عندكش خلفيه برمجيه هنتعلم دلوقتي ازاي نعدل فيه من غير خلفيه برمجيه. هنخش هنا على اللاي اوت، ونخلي الاونلاين ستور معانا. اول حاجه في اللاي اوت هي التوب منيو. التوب منيو هو المنيو اللي فوق دوت، اللي هو فيه الهوم والاباوت والكونتاكت. فنبتدي هنا نعدل فيه، هنا edit. هنا بقى بضيف طبعا اللينك بتاع الهوم. الهوم طبعا اللينك بتاعها هو يعني ضايفه له اوريدي، يعني هو ضايف لي هنا اللينك
ان هو يوصل بالصفحة الرئيسية. تمام، اقدر ان انا ابدلهم، يعني اقدر ابدلهم واقدر اغير اماكنهم، واقدر هنا ان انا اعمل لهم ديليت، واقدر لو عايز اضيف حاجة من هنا اقدر اضيفها، يعني اضيف اللينك بتاعها واضيف النيم بتاعها وهكذا، واقدر اضيفها واقدر اضيف الحاجات ديت والكونتاكت طبعا. وانا ممكن هنا اشيل الاباوت والكونتاكت لان انا يعني هستخدمه او احطهم تحت في الوصف، هشيلهم وهسيب لهم بس. هنيجي هنا نزول البيج، هنعمل ريفريش، هنلاقي هنا اتضاف معايا الهوم بس. تمام، بعد كده عايز اعدل في الكونتاكت ديتيلز اللي هي الايميل والرقم والرقم الواتساب بتاعي، عايز اعدل فيهم بحيث ان انا اضيف المعلومات بتاعتك. الكونتاكت ديتيلز هنا اقدر اعدل فيها، اضغط على ايديت، دوت الايميل بتاعي اضغط على ايديت هنا اقدر اعدل فيه، يعني اقدر هنا اخش جوه كده واضيف الايميل بتاعي اللي هيكون عليه التواصل لو حد عايز ابعت له منتجات او كده، ممكن اضيف ايميل البيبال بتاعي لو حد هيحول لي على حساب البيبال. تمام، وهنا دوت نمرة التليفون هعدلها بنفس الطريقة، هنا ايديت واقدر اعدل نمرة التليفون بنفس الطريقة وهكذا. تمام، واضغط على سيف. طبعا ممكن احط لينك، يعني لو عايز اوديه على حتة معينة بعد ما يدوس على الرقم عايز اوديه على الواتساب او كده ممكن احط اللينك. هنا برضو عندي، هنا برضو عندي فوق بعد كده في السوشيال ميديا، لو انا مثلا المتجر بتاعي دوت ليه صفحة على الفيسبوك او على الانستجرام او على اليوتيوب او غيره، اقعد عايز اعدل فيه الكلام دوت. فكل اللي عليا هنا ان انا اجي هنا على السوشيال ميديا ايكونز، تمام، واضغط على ايديت. عايز احط بقى العنوان الفيسبوك مثلا بتاعي احطه هنا، اشيل الشباك واحط اليو ار ال بتاعي. تمام، لو عنوان الفيسبوك مش موجود ف يعني بشيله او كده. تمام، لو في اي لينك من دول مش موجود بقوم اعمل له ديليت. تمام، ولو موجود بقوم اعمل له اديت. لو عايز اضيف لينك جديد بقوم ضايفه من عن طريق النافذ ديت واضغط على اد لينك. هنا سيف عشان ما اطولش عليكم كتير في الفيديو. بعد كده البروجكت لوجو، تمام، ادي هو دوت البروجكت لوجو، دوت اللوجو اللي انا عايزه. فبالنسبة للوجو دوت ممكن يظهر هنا عندي اسم المدونة، وممكن يظهر اللي هو اللوجو مع العنوان بتاع المدونة والوصف بتاعها، وممكن يظهر اللوجو بس. فانا اختار مثلا اللوجو بس. فانا مثلا لو عايز اصمم لوجو فانا سايب كورس تحت اسمه دردشة في الفوتوشوب، بيشرح الفوتوشوب في كل كامل في خمس حلقات بس. فبالنسبة للخمس حلقات دول لو انت اتفرجت عليهم هتلاقي الدنيا ابسط بكتير، وفي حلقة ستة لو انت عايز تعمل لوجو من على التليفون عن طريق الفوتوشوب، بيشغل الفوتوشوب على التليفون. تمام، فانت تقدر تضغط على موف ايمج وتضيف اللوجو اللي انت عايزه، بس انا هسيب اللوجو ده عشان مطولش عليكم. تمام، بعد كده بقى هنزل تحت شوية، في هنا بقى تحت، في هنا فوق الأول، في هنا فوق الفيديو دوكيومنتيشن والدوكيومنتيشن. الفيديو دوكيومنتيشن والدوكيومنتيشن دوت هنفتحه مثلا. الدوكيومنتيشن دوت خاص لو أنا عايز أعمل سيت اب للقالب بتاعي، بس أنا مش عايز كل واحد يخش على المتجر يعرف ازاي أنا سطبت القالب أو إن القالب متسطب أصلا، افرض أنا مثلا عايزه يفتكر إن هو متبرمج أو كده. فبالتالي عايز اشيل الدوكيومنتيشن والفيديو دوكيومنتيشن. فكل اللي هعمله ان انا هروح على السيم، تمام، ومن السيم هنا اضغط على edit html. الموضوع كل اللي انت بتعمله انت بتيجي هنا وتضغط على الكود الكبير خالص دوت، كل اللي هتعمله تضغط على كنترول اف، يظهر معاك خانة السيرش. هتعمل سيرش مثلا عن الدوكيومنتيشن، مثلا دوكيومنتيشن، اكتب هنا مثلا دوكيومنتيشن او اي حاجه انت عايزها في الكود، يعني او اي حاجه شفت عايز تعدلها تكتبها هنا في الـ documentation. مش كده، شفت كده كده او اكيد شفت كده. تمام، ادي كومنتيشن اهيت، ادي كلمه documentation اهي. تمام، وده اللينك بتاعها وده الفيديو دوكيومنتيشن. فانا لو عايز اشيلهم كل اللي انا هعمله ان انا هعمل كده. تمام، بمجرد ما اشيلهم كده واضغط على سيف سيم، وبعد كده اعمل ريفريش هنا
هو اتعمل له سيف، وبعد كده هاجي هنا اعمل ريفريش هلاقيهم اختفوا معايا. ببساطة هنا اختفى من عندي ال documentation وال video documentation بمنتهى البساطة. فكده انا ضفت معلومات الكونتاكت وعدلت فوق هنا في شلت الحاجات اللي انا مش عاوزها. طبعا اشرح ازاي اقدر ان انا اخش على النوافذ ديت واقدر ان انا احط تصنيفات، تمام. بس هنبتدي في الاول، هننزل تحت عشان نخلص من التصميم بتاع القالب او كده. طبعا الفيديو طول عليك، ممكن تاخد استراحة وتكمل بعدين، وعارف ان الموضوع صعب، بس انت بعد الفيديو ده حرفيا هتقدر تعمل اي متجر او مطعم او اي حاجة، موقع خاص بيك وابليكيشن خاص بيك على التليفونات. بس استحمل معايا بس الفيديو الاخر. هنا عايز اعدل بقى المعلومة، عايز اضيف شوية معلومات عن المؤسسة بتاعتي. عايز اضيف عنوان المؤسسة والرقم بتاعها تاني اكد عليه والايميل بتاعها. فكل اللي بعمله انا بروح تاني للقالب او اللاي اوت وانزل تحت خالص، تمام. هنا في اللابتوبس انا ضغطت على ايديت، هلاقي فوق هنا، هلاقي دوت هلاقي فوق هنا اللابتوبس هو العنوان اللي كان ظاهر تحت، ودوت الوصف اللي كان ظاهر تحت لغاية هنا دوت الوصف، ودوت السورس اللي هو المكان بتاع الفايل بتاع اللوب. اقدر اعدل فيهم زي ما انا عاوز، تمام. واضغط على سيف. بالنسبه بقى للكونتاكت اس والايميلات والحاجات ديت، فدوت اهي هنا دوت الهيد اوفيس. لو انا عايز اغير كلمه هيد اوفيس، لما يعني كان كاتب تحت كان كاتب عنوان هيد اوفيس وكان كاتب العنوان اللي هو العنوان ده، تمام. لو انا عايز اعدل فيهم اقدر اعدل فيهم، والبرانش اوفيس برضه اقدر اعدل فيه، والفونز اهي، والايميل اهي. اعدله هنا مرتين، مره هنا ومره هنا. بمجرد ما عدلت الحاجات دي تضغط على سيف بحيث انها تتماشى مع المؤسسة بتاعتي، تمام. وبعد كده بقى عدلت الكلام دوت، تمام، اللي هم الكونتاكت والاباوت، يعني المعلومات عن المؤسسة بتاعتي. هنا نبتدي بقى ان احنا نبص على ازاي نضيف منتجات. يعني انا اكيد كل الكلام ده انا عايز اوصل لحتة ان انا اضيف منتج، تمام، اقدر اسوق ليه زي ما انا عاوز. فعلشان اضيف المنتج دوت هو بروح على البوستس، تمام، واضغط على كريت نيو بوست. المنتج دوت ليه ايه؟ المنتج دوت لازم يكون ليه سعر، تمام، وليه طبعا هو التواصل يكون مثلا عن طريق الايميل او الرقم. مثلا ممكن اعمل اوكازيون عليه، ممكن اعمل خصم عليه. لازم يكون ليه صورة للمنتج، في تصنيفات للمنتجات داخل الموقع. كل الكلام دوت هيتشرح دلوقتي. وننساش طبعا البنود اللي اتفقنا عليها في الاول، وهي تكون سجلتها في ورقة. فعشان اضيف هنا المنتج هضغط مثلا بوست، وليكن المنتج ده كاميرا، انا ارتب كاميرا. وهنا تحت هقوم حاطط صورة مثلا للمنتج، اي صورة، اخطأ ابلود هنا، وليكن مثلا اي صورة، وليكن الصورة دي. ونضغط على اد سيلكتد. هنا بقى عايزين نضيف الوصف اللي هو هيظهر في خانة اللونج ديسكريبشن او الوصف الطويل للمنتج. لكل منتج ليه وصف طويل ووصف صغير، وهنشرح الفرق ما بينهم دلوقتي. الوصف الطويل ده ممكن مثلا ناخده من اي حتة، وليكن مثلا من هنا. في قبل طبعا ما نخش في البرودكت، في موقع اللي هو الدوكيومنتيشن او الدليل اللي احنا هنمشي بيه او هنجيب منه بعض الحاجات، يعني نحتاج بعض الحاجات داخل الموقع. فاحنا هنجيب البريفيو بتاع القالب ذات نفسه عشان نجيب منه الدوكيومنتيشن، تمام. نضغط هنا على الدوكيومنتيشن اللي احنا شلناه من شويه علشان نجيب منه بعض الحاجات، تمام. هنا في الدوكيومنتيشن هنشوف اي يعني اي فقره مثلا نقابلها او كده تحت. مثلا وليكن مثلا الكلام ده كله هنمسكه نقابلها، ناخد هنا كوبي، نحط هنا بيست، بحيث ان احنا يكون عندنا وصف طويل للمنتج. طبعا في حاجات تانية هنضيفها على المنتج، الليبلز
الليبلز دي بتساعدني في التصنيف المنتج، يعني انا مثلا عندي كاميرا فتتصنف في خانة الكاميرات، الكاميرا ديت سامسونج فتتصنف في كاميرا خانة كاميرات سامسونج. ممكن يكون عندي كذا منتج مثلا لابتوب وكاميرا وموبايل مثلا اتصنف في كاميرا، الكاميرا مثلا في سامسونج في كانون في نيكون يبقى تتصنف في خانة السامسونج. تمام. علشان بقى اضيف الحاجات ديت طبعا ليها سعر وليها ممكن يكون عليها خصم، واضيف الحاجات دي دلوقتي. فانا هضيف هنا كاميرا، الكاميرا ديت هتكون سامسونج، وهشرح طبعا التصنيفات ديت، هنربط اللينكات بتاعتها جوه الموقع دلوقتي سامسونج. تمام. وعايز اضيف بقى السعر بتاعها، فاخش هنا على الدليل بتاعي، هدوس كنترول اف عشان يظهر لي السيرش. بعد كده يعني هعمل سيرش عن برودكت. مجرد ما عملت سيرش عن البرودكت هنزل هنا شوية. تمام. هلاقي هنا البرايس او السعر بتاع البرودكت. فكل اللي انا بعمله ان انا بكبر البرايس او الكود بتاع البرايس او السعر. تمام. واقوم حاطه هنا كده، اضاف معايا سعر للمنتج، وطبعا هيعترض دلوقتي. بعد ما اضيف السعر عايز اضيف لو في خصم على المنتج، طبعا بعدل هنا في الرقم بتاع السعر وبعدل في العملة. لو عايز اضيف رقم بتاع الخصم او كده لو عندي خصم للمنتج، فانزل برضو تحت شوية، وهيكون هنا في حاجة اسمها اوف. تمام. مجرد ما اشوف اوف ديت اقوم واخد منها كوبي واقوم حاطط هنا بيست. تمام. وفي كولوم او سيمي كولوم ما بين كل واحده، وادوس على دون. تمام كده اضفت معايا التصنيفات. عايز اضيف برضو هنا حاجه اسمها السيرش ديسكريبشن، عايز اضيف وصف صغير. السيرش ديسكريبشن ديت ممكن ما تكونش ظاهره معاك، لو ما كانتش ظاهره معاك اقول لك ازاي تظهر دلوقتي، بس عايز اضيف وصف قصير للمنتج، فاخد مثلا وصف صغير جزء من الوصف دوت واقوم حاطه هنا في السيرش ديسكريبشن واضغط على دون. بعد كده هضغط على بابليش. كده المفروض المنتج بتاعي اتضاف جوه الموقع، بس طبعا ممكن ما يكونش الديسكريبشن او الوصف الصغير متاح ليك او مش موجود عندك. فلو مش موجود عندك تحل المشكله دي، تخش على السيتنجز. تمام. هنخش هنا على السيرش بريفرنسز، وهنعمل اديت للديسكريبشن، هنعمل انيبل للسيرش ديسكريبشن. تمام. وبعد كده هنروح تاني بقى على البوستس، وهتلاقي الدنيا معاك. تمام. فاحنا دلوقتي حطينا المنتج، هنشوف المنتج بتاعي بالحاجات اللي انا ضفتها اهوت. هنزل تحت الاقي المنتج بتاعي الضاف. تمام. دوت السعر بتاعه اهوت، الخصم اللي عليه. تمام اهوت كل حاجة موجودة. دوت الشورت ديسكريبشن اللي اتكلمت عنه قبل كده، او الوصف الصغير اللي انا حطيته في خانة السيرش. دوت الخصم اللي هو ناقص 275 ناقص 75 دوت، طبعا اقدر اعدل فيه زي ما انا عاوز. ودوت البرودكت ديسكريبشن او اللونج ديسكريبشن. تمام. دوت هو المنتج بتاعي، لو انا عايز مثلا حد عايز يطلبه هيبتدي ان هو يتواصل معايا على الايميل، او يبتدي على معلومات الكونتاكت اللي موجودة فوق ديت، ويبتدي يقدر يشتري المنتج بتاعي من المتجر الإلكتروني. تمام. ده ببساطة طريقة إضافة المنتج. بعد كده بقى نخش على التصنيفات، أو إزاي إن أنا أصنف المنتج كل نوع من المنتجات على حدة. فمثلا فوق عندي هنا في تصنيف مثلا للتليفونات، في تصنيف لللابتوب، في تصنيف للسمارت ووتشز. أنا عايز أعدل من التصنيفات ديت، والتصنيفات ديت ظهرت في، لو دخلنا مثلا على الهوم هنا هنلاقي التصنيفات دي ظهرت اكتر من مره في الموقع، في تصنيفات في الجنب وفي تصنيفات فوق وهكذا. التصنيفات هنا في الجنب تمام بتوديش على اي لينك، وفي تصنيفات تحت. تمام. لو لاحظنا بقى ان انا بمجرد ما اضفت كاميرا واضفت سامسونج ظهرت ليا تصنيفات للمنتج تحت، ولو دوست على اي زرار من دول هيوديني على الصفحه فيها المنتج بتاعي، ويقول لك اي منتج عليه ليبل كاميرا هيظهر هنا. هنا الكاميرا معايا ظهرت، فهجيب هنا اللينك دوت واخد منه كوبي. تمام. علشان يعني هنا بيظهر كل المنتجات المصنفة على هيئة كاميرا، فاقدر ان انا اربطه بقى بالزراير التانية. فلو عايز مثلا اربطه هنا بالفاشون بالمين، بمجرد ما ادوس على فاشون ومين يقوم جايب لي المنتجات اللي هي فئة الكاميرا، واقدر اخلي مين ديت كاميرا. فكل اللي انا هعمله ان انا هخش على السيم
مية هعدل في ال HTML، هضغط على Edit HTML، وبعد كده اخش هنا هكتب، طبعا قلت ايه عايز اعدل الفاشون، فاكتب هنا فاشون. تمام، ظهر معايا هنا الفاشون، وظهر معايا هنا اول لينك اللي هو بتاع المن اللي انا عايز اعدل فيه. فانا كل اللي هعمله ان انا هشيل من ديت واحط بدلها كاميرا اللي انا عايز اكتبها، يعني كاميرا كابيتال كاميرا، وهشيل اللينك دوت واحط بداله اللينك اللي انا كبيته من فوق. شيل اللينك ده واحط هنا فيه، حط بداله اللينك اللي انا عايزه اللي هو بتاع تصنيف منتجات كاميرا، اضغط على سيف سيم. وبعد كده هنا اروح على الهوم، واعمل ريفريش للبيج. ومجرد ما اعمل لها ريفريش الدنيا هتكون مظبوطة معايا، وهتظهر بدل من الكاميرا، يعني هنا في الفاشون هتظهر هنا كاميرا. تمام، والكاميرا دي هدوس عليها، هيظهر معايا المنتج اللي انا حاطط في الليبلز بتاعته كاميرا. طالما اتحط في الليبلز بتاعته كاميرا، ممكن الكاميرا دي تبقى كاميرا سامسونج، الكاميرا دي تبقى كاميرا نيكون، فبالتالي مثلا ممكن يبقى فوق هنا كاميرا مثلا وهنا سامسونج وهنا نيكون، على حسب التصنيفات اللي انا عايزها في الموقع. ده ظهر معايا المنتج اللي هو في الوصف في الليبلز بتاعته، ليبلز اللي هي العلامات كاميرا. تمام، كذلك المصنفات ديت برضو بتظهر تحت، يعني انا مثلا هنا في مصنفات تانية، مثلا هي المصنفات اللي تحت، دخلنا هنا على الهوم، وعندنا هنا في الهوم اهوت، هنزل تحت هنلاقي برضو بعض التصنيفات للمنتجات. ونفرض مثلا عايز اغير سمارت فون زيت واخليها كاميرا، واحط فيها كل المنتجات الليبلز بتاعتها كاميرا او مصنفة على حسب ان هي كاميرا. تمام، فهاجي هنا على السمارت فونز هنا في اللاي اوت، واجي هنا تحت على الفيتشرد برودكت، واجي هنا على السمارت فونز واضغط على ايديت. تمام، ومن هنا بغير العنوان هنا واخليه كاميرا، وبغير هنا الليبل وبخليها كاميرا، وبعد كده اضغط على سيف. وبعد كده باجي هنا واعمل ريفريش للبيج، هلاقي الموضوع اتعدل معايا. تمام، حط هنا كاميرا وحط المنتج بتاعي اللي اتصنف على اساس ان هو كاميرا. بعد كده بقى اخر حاجة، وهي الحاجات ديت او بعض الميزات اللي بيوفرها لي مثلا الموقع بتاعي لو عايز اشيلها او عايز ابدلها. تمام، وعايز اضيف ليها لينكات، ممكن احط تدوينات تانية، تدوينات في مدونات مختلفة مثلا، واحط مثلا بعض المميزات هنا للتدوينات ديت. وممكن لو انا مش محترف او كده ممكن ان انا اشيلها او احط او اسيب مثلا كشكلي او كده كشكل بس اعدل في الكلام اللي جوه. ولو حد عايز نعدل في الايقونة ممكن يوصلنا اقول على الطريقة بتاعة تعديل الايقونة، او في موقع لتعديل الايقونات هسيب لكم بتاعه اسفل الفيديو. تمام، بس انا هنا بس اعدل في العنوان والوصف بتاع الحاجات ديت او الازرار ديت. فعشان اعدل فيه الكلام دوت اروح هنا على السيم. تمام، وهنا في طبعا حاجة هنا اسمها 24/7 customer key، فانا بكتب مثلا 24/7 بس هنا في ال HTML. هنا اكتب 24/7 24/7. تمام، هنا جاب لي بقى الحتة بتاعتي اللي هي اللي انا عاوزها. تمام، دوت العنوان ودوت الوصف. تمام، وديت الايقونة، دوت رمز الايقونة لو عايزين تعدلوها، يعني من الموقع اللي هسيب لكم بتحملوه اسفل الفيديو. تمام، وديت الحاجات بتاعتها وديت الاتريبيوت بتاعتها. طبعا لو انت محتاج في ال XML هتضيف هنا، او ال HTML هتضيف هنا اللينك اللي يقدر يربطها بالموقع. تمام، زي ما ضفنا اللينكات قبل كده مثلا بتاعة الدوكيومنتيشن او كده هتضيفها بنفس الطريقة. بس دلوقتي عايزين نشيل مثلا عنوان ونعدل فيه العنوان والوصف، هنشيل مثلا عنوان وهنخليه تايتل مثلا تايتل. تمام، وهنسيب الوصف مثلا زي ما هو، ونضغط على سيف سيم. طبعا اسف لو الشرح طول عليكم، بس يعني الموضوع مهم ويستحق. هنضغط هنا على افيش،
تمام، هنا اضاف للتايتل بتاعي بمنتهى البساطة. بعد كده بقى خلاص عرفنا ازاي نصنف الموقع، عرفنا ازاي نربط الكاتيجوريز دي تتربط بنفس الطريقة اللي اتربط بيها الفاشنز والهوم. تمام، كل اللي عليك ان انت تدور برضه في الفايل بتاع ال XML وتشوف وتقوم حاطط اللينك، يعني اللينك بتاع المصنف ذات نفسه زي ما شرحنا قبل كده لما جبنا تصنيف من تحت وحطينا اللينك بتاعه ده ببساطة. في هنا بقى حاجة اسمها السلايدر، السلايدر اللي هو المنتجات اللي بتظهر هنا، فأنا عايز أضيف منتجات والمنتجات دي تظهر بالشكل ده هنا. فعلشان أضيف السلايدر بتاع المنتجات بروح هنا برضو على الأونلاين ستور، وروح هنا للاي اوت، وأجي هنا عند السلايدر في حاجة اسمها سلايدر، وأضغط على إيديت سلايدر ويدجت، واحط هنا الليبل اللي انا عايزها. مثلا في حاجه هنا اسمها راندوم ليبل، بس انا هحط مثلا الليبل اللي انا عايزها وليكن كمان. تمام، فبعد كده اضغط على سيف واعمل هنا ريفريش، هيبتدي هنا يحط لي كل المنتجات اللي على هيئه كاميرا على الواجهه. عايز هنا اعدل فيه اللون، يعني اللون الاحمر دوت اشيله، دوت اخر حاجه احنا هنوصلها في الموقع دوت قبل ما نحوله لتطبيق. عايز اشيل اللون، فكل اللي انا بعمله بروح على السيم وبضغط على كاستمايز، وبعد كده هنا هدوس على ادفانسد، هيظهر معايا اللون اقدر اعدل فيه مثلا يكون اللون الازرق. هنا هيتعدل في بمجرد ما ادوس على ابلاي بلوج هيتعدل في اللون. عايز بقى اعمل بقى الحاجة الاهم طبعا النهاردة، وهي ان انا احول المدونة دي بالكامل لتطبيق على الاندرويد. تمام، فكل اللي انا بعمله في الاول ان انا باخد لينك المدونة، وما تاخدش الشباك، يعني الشباك اللي في الاخر ده ما تاخدوش، خد لينك المدونة من هنا لغاية هنا. تمام، ما تاخدش الشباك خالص عشان ما يعملش مشكلة. خش على الموقع، طبعا احنا بادئين في قائمة اسمها قائمة ابس جايزر، جزء منها الفيديو دوت، بحيث ان انا بعمل تطبيقات عن طريق موقع ابس جايزر وابتدي اربح منها وهكذا وابتدي اشرح طريقة الربح بعدين. بس انا دلوقتي موقع ابس جايزر هسيب لكم رابط تحميل اسفل، الرابط بتاعه اسفل الفيديو. بس انا دلوقتي عايز ان انا اصمم تطبيق بابس جايزر دي المدونة بتاعتي، بحيث ان انا اصمم تطبيق متجر الكتروني. تمام، فالاب مثلا ممكن يبقى هنا للبيزنس. تمام، يعني طبعا بعد ما بعمل لوجن وهكذا واسيب لكم طريقة لشرح الموقع. الاب هنا هختار مثلا بلوج، وبعد ما اختار بلوج هنا هنزل تحت شوية هدوس على نيكست. بعد ما ادوس على نيكست اختار بلوج بلوج، لو انا عايز اضيف كذا مدونة اقدر اضيفها، بس انا هشيل المدونتين اللي هم اضيفهم دي في الموقع، اضيف مدونة واحدة بس. هختار بلاجر بلوج، واختار البلاجر تايتل وليكن مثلا تيست اب او اي حاجه، بعد كده احط اللينك بتاع المدونه. بعد كده بعد ما اضفت المدونه بتاعتي اضغط على نيكست. بعد كده هختار اسم الاب ايه وليكن ابودي شو. تمام، بعد كده اضغط على نيكست وليكن مثلا اي ديسكريبشن هنا وليكن ابودي على اسم الشانل. بعد كده الايكون قلنا كاستم ايكون، انا شرحت في فيديو كامل ازاي تقدر تعمل ايقونه لموقع ابس جايزر، وشرح سلسله كامله عن الفوتوشوب في 5 حلقات بس، تقدر تطلع عليها 5 حلقات بس تتعلم فيهم فوتوشوب بالكامل. تمام، في قائمه التشغيل، وفي فيديو ان انت تستخدم الفوتوشوب على التليفون لو مش متوفر معاك جهاز كمبيوتر، كل الكلام دوت موجود على الشانل. فبعد كده هختار مثلا ديفولت ايكون، وبعد كده ادوس على نيكست، كده هدوس على كريت. طبعا لازم تسجيل هنا الداشبورد بتاعت الابليكيشن بتاعي. قبل ما احمله ممكن ان انا ادوس اكس هنا الاول، اشرح الكلام ده بعدين سكيبتو. قبل ما احمله ممكن اعمل له ايديت، زي ان انا اغير الالوان بتاعته، يعني هو هنا بلاجر. تمام، ديت الحاجات اللي انا اضفتها قبل كده. ممكن اضغط هنا على ادفانسد. تمام، وحط هنا سكرين شوتس لو انا عايز اضيف ديزاينات جوه، وشرحت ازاي تعمل ديزاينات في قائمه داداشة في الفوتوشوب. تمام، لو انا عايز اعدله في البيزك، لو انا عايز اعدل في اللون بتاعه هنا في الستايل في الاب سيم
ده انا عايز اعدل يعني من اللون بتاعه. تمام، وبعد ما بخلص طبعا بضغط على سيف، او لو في الادفانسد بضغط على ريبيلد، بروح للادفانسد بضغط على ريبيلد، وبعد كده بيبتدي يتعدل الحاجات دي في التطبيق. بعد كده بضغط على داونلود اي بي كي وهيتحمل التطبيق معايا. اي هنا هيحمل، وبعد كده التطبيق هيكون متاح للتحميل. احمل التطبيق معايا وهنجربه دلوقتي على التليفون. ودلوقتي هنعرض التطبيق بتاعنا بعد ما تم تثبيته على التليفون. بس قبل ما نعرضه، عايز انبه عن حاجة، ان في فيديو عملناه عن الاسباب اللي تخليك تزور موقع ابس جايزر وان انت تصمم تطبيقات من عليه، تبقى تشوفوه هيفيدكوا جدا. تاني حاجة برضو عايز انوه عليها، ان في قائمة كاملة عملناها عن الفوتوشوب لو عايز تصمم الديزاينز اللي جوه الابليكيشن او عايز تصمم حاجة، وفي فيديو شرحنا فيه برضو موقع ابس جايزر، وفي فيديو شرحنا فيه ازاي تعمل لوجو للتطبيق. كل الفيديوهات دي هسيب لكم الرابط بتاعتها اسفل الفيديو، ومتنسوش طبعا تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم جديدنا اول باول. تمام، دوت التطبيق من جوه. لما بضغط مثلا على لوج ليست، ادي دوت المنتج بتاعي، دوت المنتج اللي انا قريته نازل في هيئة تدوينة. تمام، ديت المنتجات بتاعتي داخل الابليكيشن. طبعا لو مثلا لو دوت مواصفات المنتج وكده، لو حد مثلا عايز يخش في خطوة الشراء او كده، فبضغط على فيو بيج. هنا طبعا اي منتج بنزله بينزل فيه اشعار هنا، لان المنتج عبارة عن بوست، واي بوست بينزل ليه اشعار في التطبيق. فاي منتج هتنزله على المتجر بتاعك هيظهر هنا اشعار في التطبيق بالمنتج اللي انت نزله. وهو طبعا في مثلا لو هنا لو حد عايز يعني يشوف الكونتاكت، موجود هنا الايميل بتاعك، موجود كل حاجة. تمام، زي ما عملنا هناك موجود هنا كل حاجة. متنسوش تشتركوا في القناة وتوصل لكم جديد من أول بأول، ونشوفكم على خير.